تحت الضغط. شمس سعيد ويوسف محمود، يوسف محمود وشمس سعيد. يوسف انت اللي هتبتدي الاول، شمس هتروح عند سليم هتسمع اغنية وترجع لنا تاني. تفضلي تعالى يوسف مكاني. طبعا انت عارف تحت الضغط صح؟ مش محتاج اشرح لك، عايز اجاباتك بس بصوت واضح يا يوسف. اتفقنا؟ اتفقنا. تمام، نشوف شمس اخبارها ايه. تحت الضغط كاونتر. في اي دولة اوروبية تقع مدينة بريستول؟ سويسرا. غلط. ما هي الدولة العربية التي حكمها الرئيس الحبيب بورقيبة؟ الجزائر. غلط. الفرسان الثلاثة هي رواية الأديب فرنسي، فمن هو؟ ألكسندر دوماس. صح. من قام بإخراج فيلم فول الصين العظيم؟ وحيد حامد. غلط. كم عدد أسنان الإنسان البالغ؟ مصر. ما هو نظام الحكم في دولة السلفادور؟ جمهوري. صح. فنان راحل قام بدور منتصر في فيلم الهروب، فمن هو؟ باز. في أي قارة تقع سلسلة جبال روكي؟ أمريكا الشمالية. صح. ما هي العملة الرسمية لدولة ليتوانيا؟ يورو. صح. كم عدد منتخبات التي فازت بكأس؟ ما لحقتش أقول السؤال الأخير، ولكن فضل يا يوسف أنت جاوبت على كم سؤال؟ أربعة إجابات صحيحة. كويس، مش وحش، ولكن كان في أسئلة في رأيي الشخصي كان ممكن تتجاوب. هنشوف. عايزين شمس يا سليم تنضم لينا هنا من فضلك. شمس، ازيك يا شمس؟ الأغنية كانت حلوة؟ حلوة. طيب تعالي مكان، قولي لي يا شمس. مش عايزة أعرف. إيه ده؟ أنت عارفة أنا أقول لك إيه على طول كده؟ بس أنا عايز أقول لك. ليه؟ عشان بوظ أعصابك أكتر. لا لا مش هقول لك، مش هقول لك. لا مش هقول. بصي، عايز إجابات بصوت واضح علشان أعرف أقول لك صح ولا غلط. اتفقنا؟ اتفقنا. أيوة كده، يلا. تحت الضغط كاونتر. في أي دولة أوروبية تقع مدينة بريستول؟ بريطانيا. صح. ما هي الدولة العربية التي حكمها الرئيس الحبيب بورقيبة؟ سوريا. غلط. الفرسان الثلاثة هي رواية الأديب فرنسي، فمن هو؟ جول فيرن. غلط. من قام بإخراج فيلم فول الصين العظيم؟ شريف عرفة. صح. كم عدد أسنان الإنسان البالغ؟ 36. غلط. ما هو نظام الحكم في دولة السلفادور؟ جمهوري. صح. فنان راحل قام بدور منتصر في فيلم الهروب، فمن هو؟ أمير كرار. غلط. في أي قارة تقع سلسلة جبال روكي؟ أمريكا الشمالية. صح. ما هي العملة الرسمية لدولة ليتوانيا؟ ليتس. غلط. كم عدد المنتخبات التي فازت؟ ما لحقتش برضو أقول. تعالي مكاني، برضو اتعادلتوا. أربع إجابات صحيحة وأربع إجابات صحيحة. تعال نشوف الأسئلة اللي ما تجاوبتش. ما هي الدولة العربية التي حكمها الرئيس حبيب بورقيبة؟ تونس. تونس. بالظبط، أنت عارف أهو، تونس. كم عدد أسنان 37. الإنسان البالغ؟ 32. فنان راحل قام بدور منتصر في فيلم الهروب، فمن هو؟ أحمد زكي. أحمد زكي. هي دي الأسئلة اللي ما جاوبتش. السؤال العاشر ما لحقتش أقوله ليه، كنتوا الاتنين 20 نقطة و20 نقطة، التعادل سيد الموقف. تفضلوا. نشكر كلنا يوسف وشمس، شمس ويوسف. طيب النتيجة يا شمس زي ما هي، فرق 10 نقط، كنتوا 60 و20 نقطة، بقيتوا 80 و70 و20 نقطة، بقيتوا 90. بس يا شمس انت بتلعبي لأول مرة وكمان نزلتي تحت الضغط، فأنا لازم أحييكي. برافو عليك، برافو عليك. مش سهل إن حد يلعب لأول مرة وينزل تحت الضغط، دي مش سهلة. المباراة طبعا قوية جدا ومتكافئة جدا، 90-80، يعني المباراة لسه في الملعب. ودلوقتي مع الفقرة الخامسة، فقرة ضربات الجزاء.